السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة إن شاء الله. دونك في هذه الحصة إن شاء الله غادي نعطيكم واحد الفيشي إكسل ديال الكالكيل ديال الدي بي كابابل ديال سوا ديال لي دالو ولا ديال لي بيز بلا فورميل ديال ديلورم. دونك كما كتعرفوا بالنسبة لي دالو كاينين دو غولاسيون، يا يعني إما هادي ولا هادي. لا بليبار دي كا كنخدمو بهادي 1.5 في ال و اش على بوستونس 3 سير 2 ولا 1.5 ال اش على بوستونس 4 سير 3. كيفما كتشوفوا سوا خدمنا بهاد لا غولاسيون ولا هادي كاينه واحد لا ديفيرونس بالنسبه اللي خدمنا بهادي. دي بي عندنا هنا 3.86 وهنا عندنا 4.13، يعني لا ديفيرونس كبيره شويه. يعني الا خدمنا بهادي غادي يكون عندنا واحد سير ديمونسيون ديال هذاك، واحد سو ديمونسيون ديال هاد الدار ولا سير ديمونسيون على حساب لا غولاسيون باش خدمنا. دونك هنا يكفي انك تدخل لا لارجور والجباري ديال الدار ديالك، اوتوماتيكمون غادي تحسب لك هنا صوب هاد لا غولاسيون. كذلك بالنسبه لا غولاسيون اخرى بالنسبه لي بيز كذلك كاين دو غولاسيون، يعني لا ميم شوز نفس الريزلت، سوا خدمنا بهادي سوا خدمنا بهادي، غير هنا كنخدمو بالديامتر وهنا كنخدمو بحال كنقولو كنخدمو بالرايون بالديامتر. بالنسبة لاغولاسيون الأولى عندنا 2.46 في ال في اش على بيسونس 1.5 ال بحال هي الرايون و اش هي الديامتر ودي هي الديامتر كذلك. نشهد هاد لاغولاسيون الثانية عندنا 1.23 فوا دي على بيسونس 2.5، يعني ميم غيزيلطا هنا كيف ما كتشوفوا. باغ اكزومبل هنا مثلا نخدمو بفي ميل، نخدمو بيز في ميل، يعني الديامتر 1 متر. يعني غادي نجيو هنا ال، قلنا ال هي الرايون، يعني غادي ندخل النص 0.5. نجيو الاش نديرو 1. دونك كيف ما كتشوفوا هي لا غولاسيون الاولى عطاتنا 1.23 بالنسبه لهذا بيز في ميل. كذلك اللي جينا نخدمو بهاد العلاقة الثانية 1.23 دي على بيسونس 2.5، غادي ندخلو هنا ان وغادي تعطينا ميم غيزيلطا 1.23. غير هو هادو هاد سميتو. بالنسبة للفيميل عندنا الدي بي 1.23، يعني واحد البيز سامبل ديال 1000 مليمتر كيعطينا الدي بي كابابل ديالو هو 1.23 متر كيب بار سكوند. بالنسبة في 800 يعني في 800 مليمتر في الدي بي كابابل ديالو 0.705 متر كيب بار سكوند، وفي 600 دي بي كابابل ديالو هو 0.343. دونك عندك 1.23 0.705 0.343. دونك غير ك انفورماسيون ابخي ما كدير الكالكيل الهيدروليك ديالك وكتبغي تشوازي يعني لي زوفراج كيف بروجتي، خاص عندك ضروري يكون عندك دي بي كابابل ديال هذاك لوفراج اللي غادي دير تما سيبيريور دي بي دو كري. هاد دي بي دو كري هو اللي كنجبدو انطلاقا من هادوك لي غولاسيون اومبيريك والديليميتاسيون ديال الباسان فيرسو ديالنا. هكذا كنديرو ديمونسيون ديال لوفراج ديالنا اللي خصو يكون في ديك البلاصه. دونك هادو هما لي غولاسيون باش كنخدمو دي لورم. دونك هذا ما كان بهاد الحصه الخوت، وبالنسبه لهاد الفيشي غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو بالنسبه للناس اللي بغات تيليشارجيه. والله ولي التوفيق.